هناك دعاء عظيم جدا لكل إنسان أصابه هم أو حزن أو كرب أو مضايق من أمر الدنيا، قل الدعاء هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لخير الناس هم أهله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنه وأرضاها كان عليه الصلاة والسلام يجمع أهل بيته ويقول: إذا أصاب أحدكم كرب أو هم أو حزن فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس، قال لها كما جاء عند الترمذي والنسائي وصح ابن ماجه أيضا، تقول قال عليه الصلاة والسلام لي: ألا أعلمك كلمات إذا أصابك الكرب تقولين هذا الدعاء؟ أي دعاء؟ تقولين: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أسأل الله تعالى أن يشرح صدوركم ويسر أموركم ويفرج همومكم ويجعلكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. وأسأل الله تعالى أن يسر أمورنا يا حي يا قيوم. هذه سنة مهجورة، احفظها وعلمها غيرك وابشر بالأجر إن شاء الله تعالى.